إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا. تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تركيز امكان الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية. كما أكدت الوزارة حرص واهتمام الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبني نظم حديثة في الري، حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9% لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة ب 8.9 مليون فدان في عام 2014. اندلع اليوم حريق بمعرض أهل رمضان بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية دون أي خسائر في الأرواح، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه وإخماد نيرانه ومنع امتدادها. وقد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغاً بنشوب حريق بمعرض أهل رمضان بالقناطر الخيرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين من المعاينة نشوب حريق بمعرض أهل رمضان بجوار المدرسة الصناعية دون وقوع أي خسائر بشرية. وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات، حيث أتت النيران على كمية من البضائع والمعروضات. أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتجمع الخامس ترحيل الإعلامية دعاء سهيل خبيرة التغذية لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين لقسم المعادي بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية لاتهامها بالنصب على المواطنين وبيع وترويج أدوية مغشوشة للقضاء على السرقة. تواصل درجات الحرارة استمرارها في الارتفاع التدريجي على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويصاحبها أيضا نشاط للرياح وأتربة عالقة في الجو. وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس تظل شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشرقية، بينما يكون حالة الطقس خلال أيام الأسبوع المقبلة لطيفا خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد. وإلى هنا نصل لختام موجزنا، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد الإخباري. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.